اما هلا وصلنا لمحطتنا الاخيره، ودائما عم نحاول نكون ضمن صباحنا غير مع محطات حرفيه، نتعرف اكيد على حرفنا اللي بتحفظ التراث واليد الماهره السوريه بكل المجالات. مثل ما انتم شايفين الاستوديو حوالينا تقريبا تزين باحد هي الحرف، حرف مهمه جدا وبتحفظ التراث، وهي اكيد الدمج بين النحاس والرسم على الزجاج، الزجاج الملون. هي سلمى بين الحاضر والماضي، يعني كثير حلو انه ظلت مستمره، يعني شيخ الكار وغيره من الاشخاص قدروا يحافظوا على هي على صحيح. هذا التراث ويشتغلوا عليها رغم الاضافات اللي صارت عليها، ولكن لسه بتحمل هذا النسيج الاجتماعي القديم، يعني في بصمه شاميه صحيح. قديمه، يعني بنشوفها ببيوت بالدراما السوريه، البيوت الشاميه القديمه بنشوف هيك قصص. اليوم رح نروح فورا بتفاصيل التحفات الحلوه تحكي لنا عنها ضيفنا زياد الشايب وحضرتك شيخ الكار بصناعة النحاس. صباح الخير لك. صباح النور. صباح النور لكم للمشاهدين. الحقيقة احنا حرفتنا التراثية قديمة جدا، ولكن هي تطورت بالمئة سنة هي القادمة اللي مرقت علينا. هي بالقبل كانت الحرفة تبعنا كتيمة، الإنارة ما كانت موجودة، المصابيح الكهربائية أو الكهرباء ما كانت موجودة، كانت بتضل النحاس نقش من دون تفريغ. فلحنا هذا الإضافات صارت عنا إضافات تانية لنضل التراث أو الطابع الدمشقي الأصيل يضل مثل ما هو، ظلينا محافظين عليه ولكن بحداثة. اليوم نازلين لحنا بمنتج جديد، هذا كمان صار له شيء 10 سنين، هو حرفتين عم نحكي عن هات. أيوة هدول حرفتين، هدول هي حرفة النحاس بساوي أنا النحاسة، بعدين بنفخ فيها الزجاج، يعني حرفة الزجاج وحرفة النحاس. صعب اليوم تلاقيها هاي بأي حرفي موجود حول العالم، يعني هلأ هاي القطعة هاي أو هالكاسة هاي الثانية هاي نادر جدا تلاقي هالقطع هاي موجودة. يعني اليوم أنت أخذ الأمبلاج الخارجي، يعني هو المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هالنقوش المنمنمات هاي الصغيرة، هذا هو تراثنا، لأنه كانوا بالقبل يعملوا بتعرفي أبريق المي أو أبريق الكاسات كلها تنحاس ومزغرشة، بس هلأ هون صار فيها تعطي شفافية، يعني إذا حطينا فيها عطر حطينا أي مادة ملونة بتبين فيها. فهذا اليوم ما حدا، نادر جدا حدا يشتغله أو أي حرفي يشتغله، انشغل هون بالشام، يعني هلا هي تاخذيها لوين ما رحتي باصقاع العالم معروفه انه هي دمشقيه، بصمه شاميه، بصمه شاميه. حلو كثير. يعني نحن اليوم عم نتعرف من خلال حضرتك على نماذج متعدده، عم نقول في شيء قديم حافظتوا عليه، وعم نقول بنفس الوقت في شيء جديد بلشتوا تطوروه وتدخلوه. والمعروف عن الحرفي السوري انه هو ما بيوقف عند زمن معين، مظبوط، هو بيحفظ التاريخ من خلال الاستمرارية بالشيء اللي الناس كلياتها بتعرفه والناس كلياتها بتدور عليه وبتقول هيدا صناعة الحرفي السوري، وبنفس الوقت هو بيحاول يطور ويتماشى مع العصر ومع الاحتياجات الجديدة. جنبي تحفة فنية كاملة، فينا نقول انتم مستخدمين النحاس مع الزجاج الملون مع الحجم الكبير مع كتير. خلينا نحكي شوي شوي عن هي التحفة ونفصل اكثر، ما بعرف اذا بتحكي عن المواد المستخدمة كمان على الشاشة واضحة تماما. هي هلا واضحة، تفضل استاذ. من القدم هي تشتغل هي الحرفة يدوية وما زالت يدوية، يعني لحد الدقيقة هي انا يدوية. هلا انا ورشتي بحاضنة الدمار المركزية بمعمل ازاز سابقا، الورشة موجودة هنا، عم نعلم كل شيء بحابب يتعلم، إن كان في عنا جرحى الجيش أو جرحى المدني عم نعلمه. كمان هذا العنصر النسائي دخل فيها الحرفة هاي، يعني اللي إحنا عم نعلمهم، يعني هلا بتروحي لعند مني هنيك بتلاقي كذا ناس صبايا موجودي، حتى بتشوفي ناس ضمن السن الأطفال طفولة، لأنه بيجي بالعطلة أو بيجي أيامات العطلة الانتصافية أو اللي كانوا عندي بالانتصافية بيشتغلوا هالعطلة هاي، اشتغلوا فيها، كونه أنه هاي الحرفة بيطول الواحد ليتعلمها. هاي الحرفة هي فنية، يعني غير أنه بدها جهد، ما بدها جهد هي كتير كتشتغلي فيها. نعم. الحرفة هاي اللي احنا طورناها يعني شو بدي لك 360 درجة. يعني بالقبل كان المشعل أو الضواية تشتغل على زيت السراج أو شحوم الحيوانات، هلا صار في لدات، في تقنيات عالية بالإنارة، في لدات وفي عنا طبعا لبات. فلحنا طورناها هاي كتير كتير تطورت للأحسن،
يعني ظلت الطابع تبعها الطابع التراثي، الطابع القديم. التطور تم بس انه مشان الاناره اللي احنا دخلت فيها. المعروف عنه النحاس انه هو بيجي رابع معدن بعد الذهب من المعادن الثمينه هو. تمام. يعني كانت اليوم العروس لما تطلع من بيت اهلها لبيت زوجها اجباري يحطوا التحف النحاسيه معها. التحف النحاسيه انه هي بظروف سيئه اجتها هي وزوجها بتقدر تبيع. خلينا نحكي عن هي. كل ما كان غريبة. حتى العادي اللي عم بيحكيها حنرجع لها بس نحكي عن هي القطعه ونرجع للعاده العروس المهر القديم يعني. ايه هلا هي القطعه هذا لمبادير اللي احنا مساوينه، هذا كمان داخل فيه الزجاج المعشق حاطين له حديد بقلبه يعني هي الحرفه اليوم صعب حدا يشتغلها، يعني مطرح ما حاطه ايدك هالاخضر هذا زجاج بقلب منه نحاس يعني معدن ماسكه لو انكسر ما بيوقع. هاي بيزينوا فيها البيوت الدمشقيه القديمه، هلا عم تزين فيها الفلل القصور المطاعم القديمه يعني ليكي نحن اليوم بلدنا بتحب التراث لانه لها جذور. كل واحد فينا نحن له جذور مغموسه هون من الاف السنين فبيضل بيحافظ على الجذور هاي. يعني لما بكون بالمعارض عم بعرض هالمقتنيات هاي بتلاقي اطفال عمرها 4 سنين 5 سنين عم تركض تتصور طيب هذا ليش عم يطريا القصة يعني بتحس انه عنا نحن ميول تجاه هيك قطاع عشق عشق تماما يعني انت ما بتقدري تقولي هلا انا اي قطعة بارجيكي من قطعي او بتروحي على الورشة عندي بتشوفي القطعة مالك نفس تطلعي من عندي بتقولي لي انا بقعد يومين ثلاثة ما بمل لانه كل قطعة بتطلعي فيها عم تحكي قصة صح هاي النظام الثاني اللي احنا موجود عنا هون نمتاز فيه بلاد الشام ها هو النقوش تبعنا مميزة اليوم مثلا الحضارة الفرعونية تعتمد على الطيور والأشكال الحضارة المغاربية التسقيب الحضارة الدمشقية نباتي. نحن ندخل بالنباتي بنفس الوقت نباتي وهندسي يعني اليوم بتروح على البيوت القديمة بتلاقي الأرض محطوطة هندسي بيناتهم منه عروق النباتية هالطابع هذا كيف ما طلعتي فيه بكافة أنحاء العالم يعني صار مثل هوية لسوريا انه هاي دمشقيه هاي الصناعه دمشقيه يعني اي واحد تساليه اجنبي مو شايفه بيقول لك هذا شغل الشام هذا ما حدا بيشتغله غير شغل الشام طيب خلينا نحكي عن المعارض اللي عم بتقوموا فيها وعم بتشاركوا فيها نحن بنعرف اليوم انه هي الحرف اساسها الحركه التجاريه والاسواق والتنقل صحيح. اليوم يمكن يكون بعض الحرف التراثيه تاثرت بفعل الحرب وهذا شيء طبيعي اليوم بعض هاي الحرف تتأثر ولكن انتم عم تحاولوا تحافظوا وتنشطوا من خلال انه تنتقلوا بين الدول تعملوا معارض وايضا تنشطوا ضمن دمشق والمحافظات السورية من خلال الدورات التدريبية اللي عم تقوموا فيها الحقيقة اول شيء احنا بنشكر القيادة عنا بنشكر كل المسؤولين احنا هلا لحد الان مشاركين بمعرض اكسبو بدبي وزير الاقتصاد مشكور طالعنا المعرض صرنا شهرين هلا بيخلص يوم الاثنين اخر يوم له يوم الاثنين نحن حاضنة الدمار رحنا بقوة لهنا يعني كنا عاملين مثل مبهرة العالم انه سوريا هالحرب هي عندها والمنتجات موجودة يعني شحننا بضايع لهنا كان وزير الاقتصاد هو دفع لنا قيمة الجناح هنا الحمد لله ممتاز مثلا عندنا معرض بالعراق ساوينا هلا عندنا معرض بالجزائر كمان بدنا نرحله عداكي عن المعارض الداخلية نحن المعارض الداخلية بشكل دائم بكل المحافظات مشترك فيها يعني بيدعونا وإن تسهيلات يعني نحن ما بندفع أجرة مكان نحن أيامات النقليات بيدفعونا هون القائمين على المعرض حبا كلها إنه هالجذور هاي أو التراث هاد طبعا يضل قائم لأنه اليوم نحن محافظتنا على التراث يعني واجب على كلنا يعني أنا بحملكم مسؤولية الإعلام بحمل المسؤولية لوزارة التعليم وزارة الثقافة كل الوزارات لازم تتحمل لأنه تراثنا آية للسقوط بهالحرب الشرسة اللي اجت علينا آية للسقوط يعني هلا على سبيل المثال نحن كان عندنا في معملين بباب شرقي لنفخ الزجاج اليوم واقفين صار له 6 أشهر واقفين بسبب انه ما في مازوت الحظر الاقتصادي اللي صار علينا يعني هذا حظر منه سهل أكيد. اصعب من الحرب البارود فالمعملين وقفوا كحرفتي الي انا بشيء بحز بنفسي انه كمان توقف يعني اليوم اذا ما احنا الكل تكاتفنا انا من عتبي على الاعلام اكثر شيء الاعلام هو لعب معنا دور كثير حلو يعني انا بتخيل حالي ما في محطه الا ما طلعت عليها طب وين عتب
لا بدنا اكثر. يعني نحن نطمح للاكثر. اليوم في شيء عم ينمحى من الذاكره، نحن ما بدنا ينمحى من الذاكره، نضل عم نوثق، نضل عم نشتغل. يعني وزاره الثقافه مشكوره الثانيه، يعني وجودك اليوم معنا دليل وجود صحيح كل الحرفيين اللي عم بيكونوا معنا بالبرنامج او حتى عبر استضافاتنا بالافلام الوثائقيه. اتمنى كل الحرف التراثيه يعني بشكل يومي تنحط على المحطات طبعاتنا كلها. يعني اليوم في شيء هجمه شرسه، الهجمه الشرسه انه انت ينزعوا جلدك من عليكي، هذا احنا جلدنا، هاي جذورنا. يعني انا بحس بنفسي لما بتقولي لي انه انا والله ما عاد فينا نشتغل، رغم الحظر الاقتصادي، رغم الصعوبات اللي عم تصير علينا. يعني مثلا الكهرباء ما موجوده، مثلا المازوت منه موجود، في صعوبات علينا. بس طول ما هي الروح موجودة اللي انت عم تحكي فيها، طول ما هي الإرادة اللي عندك واللي عند كل حدا قادر اليوم حرفي رغم كل هاي الظروف الصعبة اللي عم بتقولها. ورح نرجعك لجملة انت قلتها، قلت لما رحنا على دبي الناس انبهرت. صحيح. معقول عنا 10 سنين حرب وقادرين نعمل هالإنتاج؟ صحيح. طول ما عنا إرادة بإذن الله وشوي شوي مع بعض إيد بإيد. صحيح. رح نقدر نتخطى هالحرب. تخطينا 10 سنين وان شاء الله مكملين لنتخطى الاصعب. مثل يعني انا عتبي شوي على وزاره الثقافه، انا بتذكر كنت طفل صغير. اليوم كله عتب. عتب طبعا. نحن جايين بس العتب الايجابي، العتب الايجابي، لانه نحن بنحب نكون احسن. هو العتب يعني على قد المحبه، على قد المحبه. نحن قد ما بنحب وزاره الثقافه لسه بدنا منها اكثر، اعلام بدنا منكم اكثر، انتم مشكورين خدمتونا كثير، بس بدنا كمان اكثر. يعني انا بتذكر لما كنت صغير صف الاول الثاني كانوا ياخذونا رحل ترفيهيه لمعمل الزجاج اللي انا موجود مثلا باب شرقي، رحت عملت عليه رحله ارجونا كيف يصير الزجاج. صح. هلا انا وزاره الثقافه انا بتمنى منها الاطفال هي كلها مع يعني هلا انا بتحز بنفسي رايح على المشاتل وقت كنا صغير رايحين. لكن الظروف اليوم عم نمرق فيها الحرب يعني هي اللي وقفت شوي هاي القصص، والا يعني طبعا كلنا متعودين على بس نحن على طول عندنا الروح الايجابيه بدنا. هلا طالما مثل ما حضرتك موجود بهاي الروح وبهاي الاراده، نحن اكيد ما عندنا خوف على التراث الدمشقي. صحيح. بسؤال اخير اليوم، انت حضرتك شيخ الكار بالنحاس، اليوم شو ممكن شو عم تعمل لتقدر تحافظ على هاي المهنه؟ شو عم تقدم للكاست الجروب اللي عم يشتغل معك؟ يعني هلا نحن اول شغله بحاضنه الضمه المركزيه عم ندعي لكل الناس اللي بحابب يعمل دورات تعليم او دورات تثقيف، يعني يتثقف انه الحرفه هي كيف بتصير او هالمنتج كيف بيصير. الحمد لله المكان بفضل القياده المركزيه لحزب البعث العربي الاشتراكي اعطتنا الحاضنه الضمه تقريبا بشكل دوري. عندنا دورات، عندنا دورات للمزيك، عندنا دورات للصدف، عندنا دورات للاحلاء، عندنا وحتى نحن هنيك موجودين عندنا دورات. يعني اليوم الحرف هي التراثيه هي يدويه، الجريح بنسبه عجز قليله بيقدر يشتغل فيها، السيدات بيقدروا يشتغلوا فيها بشكل. هلا عندي هنيك سيدات عم يشتغلوا بينقشوا النقش هذا وبيطالعوا منتج منها. يعني اليوم الحمد لله الامور بخير. رد بقول نطمح باكثر، ايه نطمح باكثر، الامور صحيح. بخير لحد الان، بس انا من شو بخاف الرجوع العكسي. هذا اللي بداينا. فبحاضنة الدمر أي حدا أنا بدعي كل الناس وبدعي الناس الإخوان المشاهدين أنه اللي حابب يتعلم أي حرفة هني بيلاقي تقريبا شي 30-35 حرفة موجودين هني بيقدر يتعلمهم، يعمل كورس دورة بأي شيء بحابب فيها أو هوسه فيها أو يتعلم يتثقف فيها ثقافة عادية. أكيد. يعني اليوم نحن كثير سعيدين كنا بوجودك معنا وبنضم صوتنا أكيد لصوتك. كلياتنا عنا أساس اللي هو تراثنا وبدنا نحافظ عليه وبدنا إياه يبقى وبدنا أكيد ينتقل للأجيال لحتى تضل كل دولة تفتخر دائما بتراثها وحضارتها وثقافتها. صحيح. وسوريا مهد الحضارات. الحمد. اكيد هي امانه نحن بنحملها وانتم بتحملوها. الحمد لله. ويعطيكم الف عافيه. الله يخليك. انا دائما نستضيفكم بانجازات جديده رغم كل الصعوبات. انا بشكركم جزيل الشكر لوزاره الاعلام بالخصوص الذكر، وانا عتبي ايجابي عليهم. صح. يعني من محبتي فيهم. صح صح. بطلب منهم اكثر. نحن معكم دائما حاضرين. أيه. الاخباريه لننقل كل الاصوات فردا فردا على التعب اللي عم تتعبوه معنا. شكرا اليوم لتواجدك، وكثير مهم اليوم نحن نشتغل على هاي القصه كونه من الحرف اليدويه اللي صارت كثير قليله بهذا الوقت. يعني صحيح. بنتمنى لك هيك بأي نهار رايق حلو مليان حب. الله يخليك ويوفقك. وشكرا لوجودك. وقفات ثانيه بصباحات ثانيه اكيد حيكون تواجدك معنا. شكرا لكم، الله يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا. شكرا زياد الشايب وحضرتك شيخ الكار بصناعه النحاس في دمشق. الله يخليك.